مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مساء الخير على جمهور نادي الأهلي العظيم. مساء الخير لكل بيت في مصر وبره مصر. أهلا بيكم حلقة جديدة في البيت الكبير. أهلا بيك يا كابتن. أهلا، برحب بيك يا سهام طبعا، وبرحب بكل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة زي ما اتعودنا هنتكلم في موضوعات مهمة كتيرة جدا، هنتابع إن شاء الله كل كبيرة وصغيرة على الساحة الرياضية، وكمان معانا اتنين من الضيوف من العيار الثقيل. دايما متعودين في البيت الكبير يكون معانا ضيوف يسرونا بآرائهم. معانا طبعا الأستاذ محمود صبري مدير تحرير جريدة الأهرام، ومعانا النجم الخلوق ملك النص، طبعا أنا مسميه دولاب البطولات. معانا الكابتن الكبير أسامة عرابي صاحب الرقم القياسي يمكن مع النادي الأهلي صحيح. تحديدا النهارده هيكون مشرفنا نجم أسامة عرابي، لكن إن شاء الله بكرة فريقنا عنده مباراة مهمة جدا قدام الجونة. خلاص يمكن قفلنا كل الملفات اللي فاتت واتكلمنا فيها، وكل تركيزنا دلوقتي في تحقيق الفوز بكرة إن شاء الله. إن شاء الله نعود للانتصارات من جديد، إن شاء الله الفريق يسعد الجمهور ويحقق انتصار رائع بكرة، ودي بقى تكون الرد الإيجابي لجمهور النادي الأهلي يا كابتن هاني. ده صحيح إن شاء الله بكرة مباراة مهمة جدا، مباراة الجونة. وزي ما قلنا إحنا ما قفلناش الملفات، يعني نسينا الملفات، لا إحنا قفلنا الملفات، بنقفل على نفسنا زي ما اتكلمنا. سياسة النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي، كل مشاكلنا بتتحل داخل الغرف المغلقة. وخلينا نتكلم دايما، والناس كانت بتتكلم، كل الناس بتتكلم إن النادي الأهلي في حتة تانية، في حتة تانية على المستوى الفني، على مستوى التطوير، على مستوى الإعلام. فخلينا دايما نحافظ على الجزئية دي، يكون النادي الأهلي في حتة تانية، وإن شاء الله بإذن الله الانتصارات راجعة، وإن شاء الله على مستوى المحلي وعلى مستوى الأفريقي. كلنا ثقة في اللاعبين، كلنا ثقة في الجهاز الفني، كلنا طبعا اللاعبين عندها خبرات كبيرة جدا. هنتكلم في نقطة مهمة جدا، التوقيت صعب. احنا طبعا التوقيت صعب، واحنا بنمر باوقات صعبه مش على المستوى الفني، لكن زي ما احنا عارفين الملفات اللي كانت بتتفتح، التحديات في الفتره اللي فاتت، فالوقت صعب جدا، الوقت صعب كمان للبطوله الافريقيه. فخلينا نتكلم على شخصيه لاعب النادي الاهلي، وانا كنت واحد من هؤلاء اللاعبين في وقت من الاوقات، ان شخصيه لاعب النادي الاهلي بتظهر دايما في اوقات الصعبه، في الاوقات اللي النادي الاهلي بيحتاج فيها الشخصيه. شخصيه لاعب النادي الاهلي دايما شخصيه متواجده في الازمات، وده اللي ان شاء الله بكره هنشوفه من خلال مباراه الجونه. وان شاء الله يعني الولاد يفرحونا، وكمان ترجع كمان الانتصارات بشكل كبير جدا، استعدادا للمعركه الافريقيه ان شاء الله. يقتنصوا 3 نقاط باذن الله، ده اللي احنا منتظرينه بكره.